اهلا بيكم من جديد في فقره نبض 100 عقبه. خلونا دلوقتي نروح داخل نادي الزمالك ناخد لايف من زميلنا العزيز المتالق طبعا مراد ابو جلال علشان يقول لنا اخر الجديد داخل مدرسه الفن والهندسه. يا مراد برحب بيك، وماذا لديك اليوم؟ صباح الفل عليكي يا الزميله العزيزه والمتالقه دايما نادين تيسير. صباح الفل على كل جمهور الزمالك العظيم من داخل نادي الزمالك، وبتحديد من داخل صاله الجمباز، ويوم رياضي جديد طبعا هيكون ضيوفنا فيه كابتن ساره وكابتن تسنيم مدربين بالجمباز الايقاعي لنادي الزمالك. طبعا هبدا بكابتن ساره مدرب عام. كابتن ساره برحب بيكي، بنقل لك تحيات زميلتي نادين. كلمينا بقى على لعبه الجمباز الايقاعي داخل النادي. احنا عندنا الجمباز الايقاعي بيبدأ من 4 سنين لحد 10 سنين. بنبدأ نعمل تيست الاول للبنات، والبنات اللي هي عندها الكواليفيكيشنز بتاعت اللعبة الايقاعي بندخلها عندنا، وبيبقى عندنا بطولتين في الموسم، بيبقى عندنا كاس مصر وبيبقى عندنا بطولة جمهورية. البنت كل ما بتكبر بتبدأ الصعوبات بتاعتها بتزيد، وبتبدأ تمسك ادوات لحد ما بتوصل ان هي بيبقى بتلعب ب4 ادوات او 3 ادوات على حسب هي المرحلة السنية بتاعتها. كلمينا بقى كابتن على الفرق بين الجمباز الايقاعي والترامبولين والجمباز التاني، يعني انت برضو عشان نشرح للناس برضو الفرق بين الجمباز. اوكي، احنا عندنا 3 انواع جمباز، عندنا فني وايقاعي وايروبكس وترامبولين، عندنا 4. الفني بيبقى عندهم اجهزه، بيلعبوا على اجهزه وبيلعبوا على الارضي. الترامبولين بيلعبوا على الترامبولينز دي، بيبقى ليهم جمله بيعملوها. الايروبكس بيبقى قريب شويه مننا، بيعملوا دانس على حاجات ارضي. الايقاعي بيبقى بس على الفلور، بيعملوا دانسز وبيلعبوا بالادوات بس كده. طيب برضو هنشرح برضو للجمهور، برضو معانا زميلنا الاستاذ محمد يجيب لنا البنات ورا ما شاء الله الميداليات اللي واخدينها. احنا لعبنا بطوله كاس مصر والجمهوريه مرحله 2017 و2016 و2015، وعندنا كل الفرق حققت الميداليه الذهبيه في الادوات والحر، وده فريق 2016 لسه لعب اخر بطوله اللي هي الجمهوريه 2، وحققوا كلهم في اداه الحبل الميداليه الذهبيه ان شاء الله. عايز برضه يا كابتن تقولي لي بتتعامل ازاي نفسيا مع البنات الصغيرين اللي بيبقوا برضه يعني درجه استيعابهم بيبقى مش قوي من ناحيه لعبه الجمباز؟ ما هو بيبقى من خلال التست اللي احنا بنعمله بيبان لنا ان البنات مدى قوه استيعابها لحد فين، بس طبعا الصغيرين بيبقى ليهم يعني شغل معين، بيبقى ليهم لازم طوله بال، صبر، تحمل، لان هم بيبقوا لسه مش مستوعبين ايه اللي بيتعمل، بيبقى التمرين شديد عليهم، بيبقوا لسه جسمهم ما تاهلش انف ان هم يتمرنوا التمرينه الثقيله دي. فبنبدا معاهم بريباريشن واحده واحده كده، ليفل باي ليفل، لحد ما بيوصلوا للمستوى المطلوب، بس يعني بيكونوا تعبوا شويه في الاول يعني، بس لازم يكون المدرب فاهم كويس هو ازاي يبدا بالتدرج عشان يوصل للمستوى اللي هو عايزه. معايير بقى اللي بيتم اختيارها للاعبات اللي بتنضم لنادي الزمالك بتبقى ايه؟ معايير للجمباز الايقاعي. هي المعايير ان لازم تكون البنت طويله، يكون عندها مرونه عاليه، تكون الاطراف بتاعتها يعني طويله، ما يكونش عندها تقوس، ما يكونش عندها انحناء في ظهرها في رقبتها، لازم تكون البنت رشيقه، قوامها يكون مشدود، تكون عندها قوتها العضليه عاليه عشان تقدر انها تبقى متحمله بس كده. كل التوفيق ليك يا كابتن ساره مع البنات طبعا، وبشكرك جدا. ربنا يخليك، شكرا. يعني مستمرين معاك يا نادين طبعا، معي ومعاك الان طبعا كابتن تسنيم بدر مدير اداري بجمباز الايقاعي بنادي الزمالك. كابتن تسنيم برحب بيك. مساء الخير، الحمد لله تمام. كلمينا بقى كابتن على البطولات اللي مشارك فيها اللعيبه والبطولات اللي كانت قبل كده ايه؟ احنا في شهر 10 اللي فات شاركنا في بطولة كاس مصر ب5 فرق، وجبنا 60 ميدالية، 43 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و3 ميدالية برونزية. في شهر 1 اللي فات شاركنا في بطولة الجمهورية ب3 فرق، عشان في 3 فرق بطولتهم في شهر 3، جبنا 29 ميدالية، 22 ميدالية ذهبية و7 ميدالية فضية. ما شاء الله. قولي لي بقى البطولات اللي جايه ايه، او عندكم ايه الاجنده اللي جايه ان شاء الله؟ في 3 فرق 2014 و2013 و2012 هيلعبوا بطوله الجمهوريه في اول 3 ان شاء الله، وبعد كده يعني من 10 3 هيكون خلاص الموسم الايقاعي، الجمباز الايقاعي هيكون خلاص خالص يعني. المراحل السنيه اللي بتشارك في النادي عندنا ايه المراحل السنيه؟ من اول 2012 لحد 2017 ان شاء الله، يعني بعد ما الموسم يخلص هنبدا ناخد 2018 و2019 ان شاء الله. تمام، بشكرك جدا. يقولنا كده استاذ محمد معانا، تعالوا يا بنات كده يعني نبدا كده، نبدا معاكي. اسمك ايه؟ ملك محمد الشحات حسني. وانتي؟ رقية اسلام مخلوف. لارا رامي جلال. سلمى هاني.
ساجد عمر فتحي، فيروس حسام، كارما سامر، سميرة هاني، دوري محمود. يعني ما شاء الله نادين، حاجة مشرفة جدا، بنات جمباز نادي الزمالك موجودين معانا، والميداليات الذهبية اللي حاصلين عليها يعني حاجة تشرف جدا نادي الزمالك، وما شاء الله ربنا يكرمهم كده في الجاي ان شاء الله. وكنا طبعا سعداء جدا ان احنا موجودين النهارده في صالة الجمباز الإيقاعي بنادي الزمالك. يعني يا نادين باذن الله كده ان شاء الله كل التوفيق ليهم. عايز اقول لك ان يمكن عندنا مباراه مهمه جدا 2005 فريق شباب نادي الزمالك ضد النادي الاهلي، بس عدى طبعا لملاقات النادي الاهلي اليوم على ملعب حلم زموره، اللي بعد المباراه دي هيتم اغلاقه لمده اسبوعين طبعا للصيانه اللي هتطرق على الملعب استعدادا لاستقبال تدريبات الفريق الاول ان شاء الله. يا نادين ده كان كل ما لدي من داخل نادي الزمالك، الان هطير اليكي الى استوديو نهارك ابيض. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز المتالق اكيد مراد ابو جلال، والشكر اكيد موصول كابتن ساره مدرب عام للجمباز، وكابتن كمان تسنيم بدر مدرب الجمباز الايقاعي داخل نادي الزمالك.